غادي نخدموا ان شاء الله باش نرفعوا من حظوظ ديال المراه في سوق الشغل ومن الضروري نوفوا الظروف للمراه باش تكون حاضره بقوه في مسلسل التنميه، لان بلادنا كتخسر نقاط ديال النمو. وحنا في الحكومه مشتغلين على هذا الشيء، ماشي باش ما نتفهموش غلط، ماشي حنا بغينا نخرجوا المراه من دارها باش تمشي تخدم، حنا خدامين باش نوفروا الظروف للمراه اللي بغات تشتغل. تري امبورطون، المراه اللي بغات تشتغل خاصها نوفروا لها الظروف يعني المناسبه. حنا دابا تقريبا راه التجربه في كل العائلات اللي هي موجوده. انا الام ديالي الله يرحمها ما كانتش كتشتغل ولكن ربات ولادها. الزوجه ديالي قررت انها تربي ولادها وتشتغل. اللي بغى يعمل شي حاجه في هذه البلاد واللي مرتاح لشي حاجه خصو يديرها، ولكن المراه اللي بغات تشتغل خصها نوفروا لها لي كونديسيون ديالها باش تشتغل. خصها تمشي في الطريق مزيانه، خص يكون الضوء، يعني خص الحضانه، خص واحد العدد ديال الامكانيات اللي تكلمنا عليها وتكلموا عليها الاخوان والاخوات يعني البرلمانيين، اللي خصنا نوجدوها ونشتغلوا عليها ان شاء الله في المستقبل.